ندخل داخل والله براحتك بالمكان هنا تبون هنا لكم نقعد عشان يصير تقطيع عدل صار مغطى كذا كويس تعال 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 هنا زين انا رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم واحد حمد اللاحم رقم اثنين فيصل بن قربه رقم ثلاثة عندك احمد عند احمد طيب اول شيء انا شاكر لك على الهدايا الحلوة الله يسعدك وقبل بس انا استطرد بس في الذي طبعا شغلت الابا الفاتنة هذه شيله سويتها تقريبا قبل سنه او سنتين وكان معي فيها صالح بن حمود الاحمر يوجه له اكبر تحيه سال ابو حمود كلمات الشاعر عبد الله الصدامي وشغلت الشيله هذه ابو الفاتنه ليه ابو الفاتنه؟ ليش؟ عشان امي فيها واهلي والهدايا جايه منها ولا قصور في باقي المناطق ولا كلهم والله الشمال والغربيه والوسطى ولا ايش باقي الغربيه الشرقيه ان كلهم على الراس شد الله فاسلم يا احمد بالله يا كنترول اللي يطلع هنا يتكلم اعطى الصدى سبيكر انا بعطيك الخطوه ولا كل واحد في مكانه ما يحتاج يطلع يا شباب كل واحد في مكانه استرس مكانه ممكن اهدي اهداء بطريقتي شباب احمد هلا احمد اسمح لي دقيقه قول شباب ما اللي بيلبس تيشيرت هذا بكره معي انا بلبس هلا ان شاء الله كلنا ان شاء الله يا هلا باكر ان شاء الله سوي فريق كامل راح ذكرتك في ايام المدرسه ثاني يوم سوينا في المنتجع يا الله نبي نعيد المدرسه باكر يا شباب ايش رايكم طيب شنو عندي مدرسه استاذ ابو الصباح يلا اسلم ابو هديه بطريقتي الخاصه اسلم هات اذا تسمح لي اول شيء عطني من صوتك نفس هذه عشان اقدر ادش الجو معك انا يحصل لي شرف اولا اول شيء مشكور على الهديه الله يسعدك بيض الله وجهك ما تقصر كنت حريص اني اتعلم العرض الجنوبيه والخطوه اللعب السوالف هذه الحمد لله اتقنت شغلتين الان فانا بهديك واحده منهم لوحدي وحيدا فعطني من صوتك الله لا يهينك بسرعه لاني منحرج الان اخذني ضيم الشفق فوق الهضاب حزت المغرب اذا مال الشجون وابتديت احسني مثل الكتاب ملش في داخلي شعر وفنون اخذني ضيم الشفق فوق الهضاب حزت المغرب اذا مال الشجون كفو يعطيك العافيه المشكله لعب وجهك سوى سوى تحت تحت احمد سعود اسلم لعب بوجهك توجه اسلم وجهه لعب خطوه احس اني في حراج تام والله لا اسلم ايش فيك يا باذنيون احمد سعود ابدعت كثيرا بروحك الخفيفه بطل بطل احمد وعفويتك وصوتك الجميل في حضورك احمد سعود ابدعت كثيرا بروحك الخفيفه وعفويتك وصوتك الجميل في حضورك تسعد وتفيد بورك في جهودك يا حافظ القرآن شكرا ساهل انت ابو ترول في الكاب مقدمة لا حد يفكر رقم اربعة شباب طول عمرك اربعة انا اربعة اسلم ايش رايك بالله حقت شاكر 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 لك الهدايا الله جاي من فريق دعمك جد 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 يعني كلامهم الله انه اثلج صدري واسعدني تستاهل ومبسوط بهالهديه والله تستاهل والله والكلام اللي جاني فواز الشمري انت سبب في ابتسامات الكثيرين بعد الله بروحك الجميله وحضورك الراقي كسبت محبه الجمهور فهنيئا لك تستاهل شاكر لهم حسن الله يا فوزي شاكر لهم تستاهل يا علي خمسه ابو علي فاهم يفكر بالباذنجاني يلا الباذنجاني يا قاعد يدور وين هذا القهوة اللي كلمنا عنها من الجيبان عشان نحتسي كوبا من القوس منصور قرني الأب الروحي للمتسابقين وأكبر أكبر تشكلات إشكال مغطى وأجمع الجميع على محبتك تبدعوا ثم تسعدوا ثم تسعدوا وتبدعوا هكذا هو منصور أثبت تواجده فأقنعنا فيما قدم سهل أبو علي على رأسه الله يسلمك سلام رأس ستة هو اول شيء بيض الله وجهك وجهك مبادره هو يعني هديه ما نستغربها من الله وجهك بيض الله وجهك جمل الله حالك حالك واسمح لي ابو سيد بس اقرا الكلام اللي هنا صالح القحطاني يقول يقول بعفويتك بعفويه ايوه
يقول بعفويتك وبساطتك وحضورك الملفت كسبت محبة الصغار قبل الكبار، والجميع اتفق على جمال روحك مبدع دائما. وبيض الله وجه امك يعني فداها، الله يبيض وجهها ويجمل حالها يعني. ولا الومها انها يعني جابت الهدايا ذي وكذا، يعني تبغى تسعد اول شيء ابو سعيد وتسعدها معه، بيض الله وجهها واشهد الله انها سعدتنا جميعا يعني فداك، الله يبيض امك بيض الله وجهك. سبعه اول شيء بيض الله وجهك يا ابو سعيد، وحنا نقول وين الرجال يوم مختفي مختفي، لكن الحين والله ما لمناك والله يجزا خير اميمتك وفريق دعمك جميع، وامك امنا الله يطول بعمره ويحفظهم لك يا رب. ومن اجمل الاشياء اللي وصلتنا هذا بيض تبقى لنا، سواء بالشرب فيه باللبس بل على الراس تستاهل، وانت ودعمك وكلك مهلكم على الراس، انا مفتخر اني كاسب الناس من الجنوب ومن ضمنهم يعني فداك، الله يطول عمرك. هذا بعد راسي والكلام صالح الفرحان، تملك روح المرح وتتقبل كل امر محزن بصدر الرحب، اتفق الجميع على محبتك، فهنيئا لك تلك القلوب التي اكتسبتها. تستاهل والله تستاهل. تستاهل ابو طلوع. ثمانيه سعد الكلفن، الله يبيض وجهك يا عبد العزيز، وجهك الله يوفقك ويكتب اجرك، والله ان اهلك اليوم اسعدونا. انا والله اني تلعثمت في الكلام ما قدرت اركب الكلام على بعضه، لكن عندي مشاركة كانت تسمح لي أسلم أبهديها لك وللشباب كلهم ولأهلك وفريق دعمك وفريق دعم الشباب كلهم. استاهلوا. يقول صوت أحبك من صميم القلب، أحب الصادق الولهان، ولا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني، ألا يا صاحبي وينك، أحس بضيقة الندمان ونار الشوق ما بين الحنايا تصطلي فيني، أحبك من صميم القلب، أحب الصادق والفان، ولا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني. الله يبيض وجهك، حتى أنا والله أني أحبك، وأنا والله أني أحبك الله يسعد. طبعاً الكلام اللي مكتوب معليش أسلم، يقولون سعد الكلثم افضل متسابق في برامج الواقع، هذه من عندي. يقول سعد الكلثم سعد الكلثم سعد الكلثم صاحب الصوت الندي، انت نجم لامع بابداعك تضيء الطرق المظلمه، بارك الله في جهودك يا حافظ القران، الله يبيض وجيهك ويسعدهم. ما قصر الله، الله يسعد. كيف عاد راسي؟ معليش تعذروني يا شباب، رجع ابي اشوفه. في رجال رجال بشوف ما بعدي خلاص هذه عرضي. اولا قبل ما اقرا الكلام، بيض الله وجهك شهاده حق بقولها، بقولها لاول مره يمكن، بس اعذرني يا عبد العزيز، انت هذا الرجل يعني الامانه والله العظيم اني انحرج وانا اتعلم منك، لا ما بقولها مجامله بقولها صدق، فيك طيبه فيك يعني ذكاء في ولباقه في الكلام وتعامل بشكل خرافي، والله من هالشيء القليل صراحه ما قد تضايقت يوم ليا منك، بالعكس اشتاق الى جلس جنبك دائما صراحه، دائما حتى اني انادي ذاك والله يسعد الربع اللي عندك قاعد تعرب يا ربع، لا والله والله اسلم انا حلفت حلفت انا تردها يعني يا رجل تكرم الله يحفظك اربع قدر الله يرضى رب العالمين، اجعلنا نعم الرجل ما عليك زود ونعم الله من رباك ونعم الاهل ونعم العائله والقبيله ونعم المجتمع كله، ما عليك زود اتفق في حبك اهل الخليج الى المحيط يعني، وكلنا ندري وش يصير في يوم الجمعه او يوم الخميس الله يجمل حالك، انا من جمهور محمد اجعلنا على حسن ظنك. طيب الكلام الجميل اللي ذكروه اجعل ربي يسعدهم ان شاء الله. سعد الدوسري، طيب وقلب درر بكلماتك، عاصرت وثابرت توصل لتصل الى القمه، أسرارك أتى بنجاحك، فاقتدى فيك الكثير وصفق الكثير حين رأى إبداعاتك، شكرا على راسي، لكن أصفق هذا الرجل قبل ما أصفق نفسي، هذا الرجل يستاهل صراحة. يعني إزداد الله يسعدك طيب لب عينك يا أبو محمد، الله يجعلنا عند حسن ظنك ويجملنا إن شاء الله. أسلم يا أبو محمد. أقول الله يعطيك العافية يا أم عبد العزيز، والله العظيم إنه ما قصرت. عافيك بالنيابة. والله يعطيك العافية أنت يا عبد العزيز. الله يعافيك. دائما أنت مالكنا بأخلاقك. عليك وبصراحة هي ما جابت شخص عادي عندنا، هي جابت مدرسة لنا نتعلم بالأخلاق يعني من عندك، والله ما جلّم بعدكم فالغريب أني أنا ما لبسته، ما لبسته عشان خط الطباعي هذا اللي موجود عبد المجيد البندري، لكن بعلمك حاجة، سامي الجعوني هو اللي أخطأ من أول شيء قال عبد المجيد البندري، لكن أنا ما لبسته بعلمكم حاجة، أني أنا الخط هذا أنا اللي بعدله لأنه من أمك، أبعدله وأنا اللي بلبسه
يعني ذاك بس اني ما لبسته الحين بس اعتذر منك عشان يمكن البعض يلتفت يمي يقول عبد المجيد مو لابس او في شيء لا انا والله علشان اللي وانا اللي بمسح معذور يا طويل السلامه وبالنسبه لذي فابشر بالعقوبه لا يا بعد راسي والله انا لا ما يجيني شيء والله انا اللي بمسح بيسمعوا الكلام ان شاء الله انا بجيك لا والله يا بعد والله ان شاء الله انا بجيك لعندك تبشر بالعقوبه بصراحه يعني ما ادري وش يقول من قلت ان امك هذه الهديه بصراحه الله يعطيه العافيه لو هي قدامي حبيت راسه والله العظيم فالرساله هذه ابشرك معدل عبد المجيد بندر هذا رايناك مبدع دائما مبادراتك ملفته وجميله روحك اللطيفه احبها الكثير نتمنى لك التوفيق استاهل استاهل والعوض بيجيك ان شاء الله يا بعد راس الله يبيض وجهك 11 وش الله يبيض وجهك وجه جميل حالك ويخلي لك امك يا رب وياك والله انا نحسدهم انه معهم مثل عبد العزيز يعني والله نغبطكم نغبطكم انه معكم عبد العزيز يعلم الله نغبطكم ما شاء الله تبارك الله الله يخليك لهم ويخليهم لك اللهم امين وياك علي الكلمي واقيتك وطيبه قلبك جذبت لك محبه الجمهور مبدع وما زال ابداعك مستمر وبروح الكوميديا طيب التي تملكها سعادتنا كثيره الله يبيض وجهك خلي لك امك ويجعلني فداك اللهم امين يجعلني فداك ايش ذي طير غير سلام طول عمرك جعلني فداك الله يبيض وجهك ابو عبد الله وخلي لك امك والله نهفيك يشهد الله يسعد له الشهاده اعتز بها يا الله تسلم 12 عبد الله عبد الله اللي بعده 13 اسلم لا مو بنا انا 20 تحب تشارك لا بس انا اقول 4 13 انا 20 محمود انت تبون اشارك انا ما عندي مشكله محسن محسن الشهاري محسن 14 اقرا حقك شوف ايش قالوا فيني يا اهلي عاد ذي هو بقى شالك قال ايش وزع هدايا اخويا والله ما شاء الله عاد كثير عبد العزيز يقولون نجمنا عبد العزيز بن سعيد ما عليك زود الله جعلتك لا لم نرى منك إلا إبداعا يتلوه إبداعا ما شاء الله خلال هالفترة كلام صحيح أنت كسبت جيش بمسمى جيش العز حمد الله على راسي الله يجعلني إبداعك بصوتك الذهبي أطربته بتمثيلك الماهر أسعدته بكلماتك العطرة أفدته شكرا كثيرا يا نجم الواقع ونجمنا الراقي الله يطول اعمارك قالوا اللي حاصل والله انه كلام صحيح وين وراك جيش اسمه جيش العز بيض الله وجيهم والله ما لهم يوم حبوك يا ابو سعيد والله لهم تستاهل وكفو ومنها الاعلى والله ابو سعيد ولا ترى الكلام ذا برضو ما يوفق يعني الكلام من كذي جيش العز والعز عز الروس يا روس الاموال انا اشهد اشهد بالله يعني الكلام صفقتها 13 14 عز الروس نفسها 14 ليش الشرف والله 15 انا 15 سنه اول شيء رساله لامك اقول لها بيض الله وجهك بياض ينغر منها السحب وجهك ابيض هذه اول واحده الرساله الثانيه لعبد العزيز بن سعيد انا بوجهه نظري واتوقع الشباب متفقين لو نسوي احصائيه قناه بدايه على المتسابقين برامج الواقع عبد العزيز راح يكون من افضل 10 مره على برامج الواقع يعني ذاك لا والله اني ما جيت اقول لك ليش بالنسبه لي عبد العزيز افضل واحد عبد العزيز يستاهل والله عبد العزيز ان بغيت صوت موجود ان بغيت كوميديا موجود ان بغيت جمال الروح موجود طيب ومرجله موجود عبد العزيز الشهراني صراحه انا شفت يمكن تابعت كم موسم برامج الواقع عبد العزيز الشهراني مميز جدا لان ما في احد تميزت فيه كل الصفات هذه الله يجعلها وتستاهل وتستاهل اعلى من كذا جنف ذاك ابو زيد ان شاء الله ولا جي والله والله ان كلمه حق اني ما اجي عند كل واحد ربع اللي عنده يا بعد راسي يشهد الله واني ما اجي دائما الا بعد والله ما قلت الا الحق جنف ذاك اشكر ما جعلنا عند حسن ظن اشكر امك على هالمبادره وهالشيء الفخم اللي ونسنا والكلام اللي كتبوه لي اللي اقل من هالكلام لا قليل بحقك انك تستاهل اكثر الله يطول بعمرك وليد الشمري الغيم الممطره بالابداع بروحك العفويه ورقي تعاملك جذبت الكثير مبدع دائما يا ملك العزب يا ملك ايش يا ملك العزب تستاهل العزل ايوه غيمه تستاهل ملك العزل يا اول مره استاهل من حقك يا ملك العزب تبي 16 من هو؟ ايوه واحد يمدح حكيم بن الحج عندي محمود فلاح عشو 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 يا
يلا عبد العزيز. اول شيء اشكر ام عبد العزيز واشكر فريق دعم عبد العزيز بن سعيد. يستاهل 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 يستاهل. اول مره بحياتي مر علي شخص بسن عبد العزيز حكيم، حكيم في امور كثيره، حكيم في تصرفاته، حكيم بردود افعاله، كل شيء عنده مدروس قبل ما يتصرف ويبدي، يعرف منين تؤكل الكتف، يقتنص الفرص بذكاء وبعفوية، عرفت؟ وعبد العزيز عنده سر مع الله سبحانه وتعالى، عشان كذا محبة الناس ما تجي بمعادلة رياضية، تجي إنه الرجل عنده سر مرضات الوالدين، وإنه أمه وأبوه راضين عليه، وإنه هو إنسان ما يحمل، أنا اعتقادي وظني إنه ولو زكى على الله أحد ما يحمل في قلبه شيء، وهذا اللي شفته في الأيام الماضية كلها. عبد العزيز راح يكون له مستقبل جدا باهر وزاهر، وناقشنا كثيرا في حلقات علمتني الحياة أنا وياه. مستقبلك واضح جدا يا عبد العزيز، تفائل، استمتع، عيش واحلم، وكلنا معاك ندعمك ان شاء الله. الله يجمل يستاهل ابو سعيد عني صلاح. الله يخليك. الله عليك زود في الكلام اللي قلته كله. يشهد الله. امين. الرساله بقراها لك في حلقه تعلمتني الحياه. اسلم. بقراها لك بعدين. طيب. بس. ايه على الخاص. فيها حاجه خاصه لي. اقراها طيب. خاصه لي. كاتبين خاص والله. كتب ولا يقدر يقرا على احد؟ ايه. اقراها خلي على ظهر. بيعلمني في علامات الحياة وبعلمك. والله لو القاها ما يقطع عليك. 17 فيها خطا ولا شيء ولا؟ في خطا موجودة خاصة خاصة. واضح ما مكتوب شيء خاص. طيب. يلا. خلاص بالريح بالريح براحتك. 17 18 أنت كم؟ 17 16 17 ما حد يعرف رقمي ها؟ ساكت في القلب يا ابوي. ابشر من يعرف رقمي بيقول عبد الله. انت في القلب يا ابو عامر. عبد الله شهراني. اي بالله عليك زينك علمتني والله. السلام ابو عامر. اول شيء اجعل والديك في الجنه يا ابو سعيد. والديك انا والله يا اغبط اهلك عليك والله. عشان الزهر. اي والله طبعا الوالده امك في محل الوالده. تحل مقام الوالده اي والله. بعيد عن البرنامج بعيد عن المسابقه اللي احنا فيها. شهد الله انك كسبت اخوي عزيز وغالي. جهنك ذاك اي والله يا ابو سعيد. الله ليش شهد الله معك. اما بالنسبه للكلام عبد الله الشهراني اخوك سلابه اول شيء ما عنده شيء. لا 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 والدليل انه طلع ثاني برايك. لا 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 اما انت بيجيني الدور خلوا ياخذ راحته بس ما سوى شيء في البرنامج الا الجبس حقه. اسمع يبغى يدشنا واخر شيء دشنا برا مسكين. اسمع ارفع الورقه طيب فوق عشان الكاميرا تشوف. ما عليك الشباب امشي الاذاعة يشوف. لا 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 ارفع الورقه. عبد الله الشهراني روح الكوميديا واضح التي تحملها اسعد الصغير قبل الكبير. اسعد الصغير والكبير الابداع الذي تحويه سبب نجاحك بعد الله بالبرنامج. والله يبيض وجهك ويبيض وجه في البرنامج ويبيض وجهك كل من قام على شيء هذا. ابو فلاح والله انك تستاهل. يا عبد الله ما عليك زود ما عليك زود يا ابو سعيد على الكلام الطيب هذا. اي والله تستاهل ابو عابد قليل في حد تستاهل الطيب. اسلم يا واضحه ودك انك انت 18 الحين الله لا يريك ما في اي شيء. اول شيء بيض الله وجه امك وجهك امك امي وبيض الله وجهش يا يمه بيض الله وجهش يا ام عبد العزيز. يعني والله العظيم انك اخ وعزيز وغالي واني ما اعتبرك الا مثل شو اسمه. لا والله معزز انت والله. هذه اول واحده هذه ما قد صار شيء. هذه باقي محشوم. لا والله سعيد محشوم. لكن والله العظيم من قدرك كبير والله يا ابو سعيد. والله انا لي نظره مستقبليه. والله العظيم اني اشوف انا عندي لي نظره مستقبليه وقاعد اشوف ابو سعيد فوق فوق مستقبل بإذن الله. بإذن الله أتمنى لك أتمنى لك والله التوفيق يا أبو سعيد. والله لو أتكلم فيك من ذا الحين بكرة ما أوفيك حقك. صحيح. لكن رسالة تقول هنا يا طويل العمر السلامة مكتوب محمد الشهراني تكفى
خل اخوك لعاد يشغلنا ارواحنا دون الوطن. لعاد يشغلنا كلمه ارواحنا هذه الحاله يبغى لها يومين عشان تنسى. ماي مكتوبه شوف. وين وين؟ نفس الورقه اللي قريتها. محمد الشهراني، اتفق الكثير بانك ممثل مبدع متميز، رسمت الضحكه على وجه الشباب. الشاب وجه الشاب والمسن الشاب والمسن مركزين. لحظه اقرب ذلك بشق اقرب. انا بشوف انت قاعد تقرا ولا لا. لا كلمه فخمه. رسمت اتفق الكثير بانك ممثل مبدع متميز، رسمت الضحكه على وجه الشباب على وجه الشاب والمسن، هنيئا لك بكل ضحكه دعوه. انا قريتها كذا صراحه. ما عندك ما عندك. وقول لاخوك ما عندك تسعد الشباب. وقول لاخوك عبد الله ما عندك والله. واضح ان طب واضح ان مثل معاذ بينطبق عليك على الحفل الختامي اخر ركعه. ايش عرفته ولا ما عرفته؟ بيض الله وجهك. رقم 19 اسلم يا ابو. بيض الله وجهك يا ابو سعيد على المبادره الحلوه. وجه والله يخلي لكم مكه سعادتنا. اللهم امين. تستاهل والله يسعدها مثل ما سعدتنا. اللهم امين. اسماعيل النصار، نعلم ان الهدوء لا ياتي بالابداع، ولكن انت من الهدوء صنعت الابداع. شخصيه الكاركتر السوداني اسعدتنا كثيرا، هنيئا لك اجر سعادتنا. شيء يسعدني ان سعدت امك والله يخليها لك ويجعل من رضاك في الجنه. اللهم امين. الله يطول عمرك. تستاهل يا اسماعيل. قويك. 20 20 20 20 عندي. اسلم ابو عاطف. الحمد لله في كلام مكتوب يعني محدد. في الحمد لله ايضا انه في رد على كلامه هنا من الوالده. لكن قبل رد الوالده يا اخي محامي يا اخي. ايه ابي اقراهنا بعد شوي. المهم مثل ما قراهنا قريته والله خمس مرات وكل شوي طالع فيها اقراها بعد زياده. اول شيء شكرا لاغلى ام. فعلا ام عبد العزيز هي والله حسيناها كنا همنا. ثانيا شكرا ان انجبتنا هذا الجمال. انا ما راح ازود على كلام الشباب، لكن انا بقول شيء خاص فيني وجزئيه ما صرحت فيها. عبد العزيز وقت ما تضيق ويا وقت ما احزن موجود معي دائما، داعم لي في كل حاجه. دائما لما يسالوني مين الناس اللي اقرب لك في البرنامج، من ضمنهم اعد عبد العزيز. عبد العزيز اكثر من اخ بالنسبه لي، وحبيت لهجه الجنوب ولا قصورهم بالجنوبيين الموجودين كلهم غالين وعزيزين على قلبي. لكن اذا حتتابع عبد العزيز والله انه تطير باذني. الكلام اوريك الرد اللي على كلام محمود. الرد اللي على كلام محمود عبد الله نجيبه. درر تطلع منك حين تطرح رأيك، أبدعت خلال الأيام الماضية وما زلنا نرى إبداعك مستمر. فقرة المحكمة جميلة جدا ولقد قبول الكثير. مبدع يا المحامي. تستاهل يا محامي. تستاهل عبد الله يا محامي. تستاهل يا محامي. تستاهل. وقليل والله انا ربحت شيء جميل، شهاده ام عبد العزيز. هذه اكبر شهاده بالنسبه لي، خاصه في مساله المحكمه. يعني تستاهل اكيد. يعني حاط ولدها قاضي مساعد لازم منها عشان الرابع كذا. الله يسعدك يا ابو عابد. تستاهل. 21 اسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الشباب سبقوني والله، الشباب سبقوني بالكلام اللي بقوله، ما خلوا لي ولا كلمة أقولها. لكن بيض الله وجهك وبيض الله وجه أمك. وصراحة أسعدونا جدا جدا بالهدايا الجميلة هذه. والكلمة اللي وجهوها لي معاذ عبد الرحمن، يا صاحب الأخلاق الرفيعة ورمز العطاء، فزت بمحبة الجمهور رغم تواجدك لفترة بسيطة، وفقك ربي يا مبدع. أنا أبغاك تقراها بفويس أوفر. يا صاحب الأخلاق الرفيعة ورمز العطاء، فزت بمحبة الجمهور رغم تواجدك لفترة بسيطة، وفقك ربي يا مبدع. الله أكبر. تستاهل. تستاهل يا أبو. أبو حمود أسلم يا منظمنا الفخم. الله يسلمك. أول شيء إلا أنت مبدع. الله يسلمك. لا الحين شغال المؤقت ذاك تايمر لاخر يوم. السلام ابو محمود. الحقيقه انا اشوف ان هذه هديه، ثاني هديه توصلنا من الوالده ام عبد العزيز. الله يسلمك. الهديه الاولى انها انجبت شخص
التواجد معنا. الله يطول عمرك. الحقيقة عبد العزيز أنت يعني شخص تملك روح طاهرة جدا مهما حاولت يعني الأشياء تؤثر عليك ضد الخدش. للأمانة أنت روحك ضد الخدش، شخصيتك طاهرة جدا ضد الخدش. الشيء الثاني اللي أنا بقوله، عادة نقول إحنا كسبنا شخص معنا، لكن الآن أنا بقول حاجة مخالفة جدا. أنا بقول أن الإعلام كسب، مو بحنا بس، الإعلام كسب شخصية كأنك ذاك يا أبو حمود، لها ثق لها في المستقبل، وكل شخص له نظرة. لكن أنا أشوفك بإذن الله أنت شخص مبدع، صفاء نيتك، إبداعاتك، أخلاقك الطيبة جدا المحترمة بين قوسين الفائقة الاحترام صح التعبير، بتكون سبب لك إن شاء الله في مسيرتك الإعلامية القادمة إن شاء الله. للأمانة الكلام كثير، بالإضافة الجزئية الثالثة اللي أنا أضيفها، كلام الشباب كله أنا حطه بين قوسين وقليل في حقك. جعلني فداك، الله يطول عمرك، وأنا والله ما أجي إلا من بعدك، وأنا أخوك من الصغير، وأنا جاي هنا عشان أقول لأم عبد العزيز أما والله أني أصف، والله أني أحسبك خلصت رسالة. بس أمي ما يخص الرسالة، طبعا هذا كلام أنا أشوف أنه قليل في حقي، عفوا قليل لا والله أنا قليل في حقك كثير في حقي. لا والله أنا قليل في حقك، خصوصا يعني أنه تيجي من قامة مثل أمك، والله أنك تستاهل. أنا قليل طبعا الكلام، أنا تقديرا للوالدة، تقديرا لك أنه بنقرأ هذا الكلام. أسلام. طبعا سرور الروقي، تميزت بروحك الراقية ورزانة عقلك وقوة شخصيتك وصبرك، إبداعاتك مستمرة، وأبهرتنا في الليلة النجدية جمالا لا يتصف، ما شاء الله. استاهل أبو حمود، الكلام ذا يا شهد الله أنا قليل في حقك، الله يطول لي عمرك. استاهل أبو حمود، الله يجعلنا عن حسن ظنك وجمل حالك أبو حمود، جعلنا في ذاك. الله يسلمك. أسلم أبو جودة. خلاص ما عنده شيء. طيب عندي ابو علي انا بعدك يا منصور تفضل تكلم. كلا ما كان شيء، لا بس لا بالروح والله، لا والله نتكلم قراها. هلا بيفصل ابو علي تكلم. قرأت ورقه خلاص فهمت كل شيء. تقول والثمانية كلهم بني مالك كلهم بن حمود الشيخ ما خلينا أحد على شكرا. السلام موجود المرة سافر فيها سوال، حتى آخر سفرة ويا وليد، يمكن يعرف السؤال وليد، شنو السر لما أحمد سعود يشوف عبد العزيز يتأكد؟ أقول السر صرح بالحين يعني؟ ايه صرح فيها. ما اسمحوا لي يا شباب ان ليش احمد يشوف لما يشوف عبد العزيز تأثر. أسلم ما صحك اقول والله مو جود خاص لا تقول. انا اللي اقوله خلاص بدنا ان السبب لما عزوز اشوفه والله سبب أنا أرجوكم لا أحد يسألني السؤال إذا طلعت بعد التلفزيون، أو سواء كنت في بث أو في تويتر، لأن لن أجيب عن هذا السؤال. إني قدرت طيب إيش تقول ليش تجيب الموضوع هذا أصلاً؟ أوصل رسالة. خلاص صرح بالإجابة. إيه لأن دائماً كانوا يسألوني ليش لما تشوف عبد العزيز، حتى يوم كنا نسجل ويا سرور نطلع الاستديو، لما رحت سافرت، لما رحنا الوقف، دائماً يعني من عبد العزيز يمدحونك وهذا، ثم يجيني السؤال، يجيني وايد السؤال صراحة. فأنا أقول أنت تعلم من هذا المنبر لن أنا أعلم من هذا المنبر الجميل، المنبر الذي جمعنا فيك، أن أنا ما بجيب على هذا السؤال تقديرا. خلي سر بدي خلاص وصلت صلاتك لا طلع بس طلع عنده كان مكتوب عليها الورقة سرية ورا ما نيوده نيوده ونلوته ونأخذ الورقة. إيش تبغى تلعب علينا؟ لا والله ما قول مكتوب رسالة لا أحد يقراها ما حمتي حاجة لا أحد يسمع قصة. طيب الآن في الأسبوع ذا المسؤول مين؟
عشاو المنظم. طيب ايش دخل هذا في يوم عبد العزيز؟ ايش دخل؟ لا بس اقصد انا رساله خاصه. ايش رايك هذا؟ خليه على راحته يا الربع، نشوف نخليه على راحته. ليه يا اخي؟ لا ما له رغبه. يا اخي انا حطيت نفسي مكان امك، لازم تقرا رساله ورا. يا اخي رساله خاصه راح اقراها انا وياه. حر حر. على الهواء. ليش احنا يعني تحت الماء مثلا للدرجه دي كلنا راح عاجبينك يا شيخ؟ انا بطلع 24 ساعه عشان اشوف المقطع. طيب اتوقع ترى بينزلونها فريق الدعم الظاهر في ال عرفت يعني اتوقع بينزلوها. ما اتوقع ما دام كاتبين عليها خاص ما اتوقع. لا اذا كاتبين عليها خاص ممكن ما اي خلاص أي. لكن عاد انت هو في خصوصيه في المنتج عاد انا ادري راح اطلع 24 ساعه دام منزلوها. نتكلم بس استاذنك وجهك ابو احمد داوود اسلم ابو زيد عنده بس حاجه هنا. الطلعه اللي طلعت انا واحمد السعود لاحظت شيء بتويتر اقسم بالله بدون مجامله اللي يحبون عبد العزيز وجمهوره اقسم بالله نفسها بالضبط راقين راقين جدا جدا والله ابو سعيد ختاميه لهم كلامهم وتصاميمهم وتغريداتهم اللي رسائلهم لنا اقسم بالله شيء فخم. هذا اللي حبيت اقوله. اي والله اذا على كلامك انا لما كلمت فريق دعمي قال من افخم فرق الدعم فريق العز فعلا بالتعامل حتى بالاسلوب والاخذ والعطاء. والله انا عندي نقطه اسلم انا توني ركز معاك وين معاك